لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن احوالكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف ما شفتوا من الاول الفيديو من المينياتور، حنا اليوم مسافرين ان شاء الله. اول مره نسافر انا والحبوبه ديالي بوحدنا، اول مره ما عمرنا سافرنا زعما بوحدنا بجوج. كنتمنى ان شاء الله تكونوا معنا هذا الفيديو، ان شاء الله غادي نسافر زوين وغتشوفوا معنا المدينه اللي غنمشيو ليها وغتعرفوا كل شيء في الديتاي. كما خرجنا غادي نديكم معنا ملي غتشوفوا كل شيء ان شاء الله. خليكم معنا. بكم ويلكم تو مراكش. اول حاجه درنا هي طيبنا اندومي باش ندير بانيو بيضه، حيت يلا دخلنا والدار باقا ما فيها حتى شي حاجه. بين ما زعما طلع النهار ان شاء الله غدا ونبداو نتقداو داكشي ونبداو نطيبو. تبارك الله على غيتا ونسيت اتاي حتى هو ناكلو. غيتا تبارك الله غتخوي لكم واحد البريد ديال اتاي، اتاي مراكشي. انتما اختيارات اتاي مراكشي. العمله لا ونعم سيدي مرزرز. وصافي اندومي. نقول لكم مره اخرى مرحبا بكم معنا مراكش. يا اختي انت درت الحار ما كتشوفها الحار. عرفتي فين الجوع؟ كنا كتحسب لنا الكار غادي يوقف بنكري الساعه ما وقفش. يلا صافي داكشي علاش ما بلا ضروري من كنت الثلاجه هي الاولى حيت غنستعملوها ضروري هي الاولى. فا وداك الدار وداك الشيء وداك الروينه اللي كاينه في الدار تغدا عاد غادي تجي واحد المره غتعاوننا ونعيطنا ليها باش تعاوننا. صافي ما نتوما كتشوفوا الثلاجه هي الاولى ديك الطوله خديت ثلاجه في الطوله. هادشي بحال الثلاجه اللي خاصك تشري الدار بحاله باش عرفتي قدا في الطوله جات هواء. عرفتي البنات دابا لقينا فرنسا تصرف معاها بحال شحال ما ماشي لها كنجيو لها غير من 3 سنين 4 سنين فهمتوا. ضروري دابا ملي طوايو غير بلاصه بغينا نكسو نعسو حتى الصباح ان شاء الله غتجي واحد المره باش تعاوني انا وغيتا. صافي نحيدو علينا الروينه في الصباح كامله وفي العشيه الساعه نقدروا نخرجوا ونبقاو معاها.